جزاكم الله خيرا. تقول لقيت مبلغ 400 ريال في حقيبة طبيبتي عندما طلبتها لملابس، فأخذت المبلغ وصرفته، وبعد وفاتها أعطيت المبلغ إلى ولدها لأنه كان محتاج، هل وفيت ما بذمتي؟ أخطأت في هذا العمل وهو أخذ هذه النقود، وكان الواجب عليك ردها إلى صاحبتها، لكن ما دمت قد أخذتيها فعليك بالتوبة والاستغفار، وعليك برد هذا المبلغ بعد وفاة صاحبته إلى ورثتها، فإذا كان لها ورثة فإنك تردينها إلى الورثة ولا تردينها إلى بعضهم فقط، إلا إذا كان وكيلا، إذا كان وكيلا عن الورثة فلا مانع أن تسلميها له، أما إذا لم يكن وكيلا فإنك تسلمينه حقه فقط وتعطين كل ذي حق حقه من هذه النقود، إلا إذا كان هذا الابن هو الوارث الوحيد لأمه فلا مانع من إعطائها كلها له. نعم.